هزيمة ثقيلة ألحقها نفط الوسط بضيفه نادي كربلاء في اللقاء الذي جمعهما بالنجف ضمن الدور الثاني من المرحلة الأولى لدور الكرة الممتاز، في مباراة شهدت سيطرة واضحة لنفط الوسط طوال الشوطين، حيث تمكن المضيف من تسجيل هدفه الأول بعد مرور 5 دقائق من الشوط الأول وبتوقيع صفاء جابر. أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 30 عن طريق المتألق على عباس، أردفه المحترف السوري نصوح كردلي بهدف ثالث بعد 3 دقائق فقط، لينتهي الشوط الأول بتقدم نفط الوسط ب3 أهداف دون رد. اليوم أدينا أداء جميل، والله سعيد بهذا الأداء مع نفط الوسط، وإن شاء الله القادم أحسن، إن شاء الله الله يوفقنا في المباراة. هذه كرة القدم، خسارة وفوز، إن شاء الله عندنا مباريات جاية نقدم بها في ملعبنا، وهارد لك لفريقنا ومبروك لنفط الوسط. وفي الشوط الثاني من المباراة التي قادها الدولي مهند قاسم أكرم نفط الوسط ضيفه بهدفين ثقيلين جديدين، حيث عاد على عباس ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة 53، وأنهى نصوح كردلي مهرجان الأهداف النفطية بهدف هو الثاني له في المباراة والخامس لفريقه في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة لنفط الوسط. قدمنا هذه المباراة مستوى يليق بنادي نفط الوسط، عكسنا صورة مال ذيك اللعبة، الحمد لله والشكر، وإن شاء الله القادم أفضل. كانت بدايتها يعني تقريبا يعني متقارب المستوى بين الفريقين، قدموا علينا نادي نفط الوسط بهدف، ردينا عليهم بهدف لكن مراقب الخط يعني ما احتسب الهدف. أنا مو أبرر الفريقي أو أدافع عن فريقي، الفريق يلعب لحد آخر دقيقة من المباراة بس ما حالف الحظ أضافة للغبن التحكيمي. وكان الفريقان دخل المباراة وهي ثانية لهما دون نقاط بعد خسارة نفط الوسط أمام الكهرباء وكربلاء أمام الشرطة في الدور الأول من الدوري الحالي. راجنا صيرة الحرة النجف والأشرف.